بعد أن أسقطت المقاومة الأرضية السورية طائرة حربية إسرائيلية، ما أدى إلى إصابة أحد طيارها بجروح خطيرة في الجليل داخل الخط الأخضر، تخبطت الردود الإسرائيلية في أعقاب هذا التصعيد لترد من جانب بقصف جوي عنيف على سوريا، ومن الجانب الآخر تطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف هذا التصعيد. وهذا مما يدل عدم دراسة الوضع جديا لدى هذه القيادة الإسرائيلية، هذه القيادة التي ولدت نوعا من التخبط لدى الشارع الإسرائيلي وعدم ثقة، عدم وجود ثقة، لأن هنالك المواطن الإسرائيلي لم يعد يثق بهذه القيادة وبهذه التصريحات التي بدت لهم أنهم لا يعلمون شيئا عما يجري وعن حقيقة الوضع في هذه الجبهة. حالة من الاستنفار والهلع عاشها الشارع الإسرائيلي في أعقاب تصريحات متضاربة وتأهب دعا لتجهيز الملاجئ والأماكن المحمية، تصعيد حول إليه الأنظار في الشارع الإسرائيلي تسعى الحكومة إلى فرضه لتحويل النظر عن فضائحها، تحديدا عشية تقديم التوصية ضد نتنياهو. اليوم يوجد توصيات بحق نتنياهو في قضايا فساد له ولزوجته، وهذه التوصيات على ما يبدو أن هذا الأسبوع ستكون جدية، ولإبعاد هذه التوصيات وشبح هذه التوصيات عنه اختلق هذه الهجمة على سوريا وعلى مواقع داخل سوريا لكي يبعد الشارع الإسرائيلي عما يجري في الداخل الإسرائيلي وعن حقيقة الوضع الداخلي والأزمة الداخلية التي يعيشها نتنياهو ووزرائه. وفق تصريحات لمسؤولين في الطيران الحربي الإسرائيلي، هذا هو الهجوم الأوسع والأشرس ضد سوريا منذ حرب لبنان الأولى، ليبقى مصير المنطقة مجهولا اليوم ومتعلقا بمدى جهوزية إسرائيل للتنازل عن الرغبة بالهيمنة على المنطقة. لفرض سيادتها والتلويح بعنجهيتها تجر إسرائيل المنطقة نحو تصعيد لقيت نتائجه برد زرع الرعب بمواطنيها وجعلها تتخبط ما بين تصريحاتها كاشفة حالة الخوف والرعب في حكومتها. من أمام الشريط الحدودي في الجولان السوري المحتل، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين.